عسلامة الأولاد، معكم ستي أمينة. توحشتكم برشا وإن شاء الله تكونوا عاقلين، قعدتوا عاقلين، وإن شاء الله تتبعوا فيا في الفيديوهات وتتبعوا في بقية الأنيسات نتاعكم. توحشتكم برشا مرة أخرى. واليوم يا الأولاد باش نخدموا فيديو، الفيديو هذا باش نخدموا فيه تابلو. تابلو نتاعنا يستحق قواش، بانسو، ملح خشين، نأكد على الملح الخشين، وعنا كيس بالماء ولا اللي تحبوا حاجه فيها ماء باش نخلطوا بها القواش نتاعنا، القواش المائي نتاعنا. ناخذوا القواش نتاعنا وناخذوا البانسو ونحطوها في الماء ونخلطوا القواش نتاعنا بالماء. نختاروا الالوان اللي نحبها، اللي نحبوا عليهم نحنا، اللي الالوان اللي تحبوهم. باش نزيد هوني ماء ريستا ماء القواش نتاعنا، نغطسو في الماء، نختارو لون واحد آخر. هون الماء هكا، توا ناخذو الملح نتاعنا ونحطو في الملح، قد ما الإفي متاع الملح يعطينا توش أرتستيك، يعطينا إفي في التابلو متاعنا. حطوا ماء ما تخافوش، خليوه شايحة thank you.
بعد ما كملت التابلو متاعي خليته يشيح، ومن بعد نحي منه الملح بالطريقة هذه. وهكا كملت التابلو نتاعي، ان شاء الله يكون عجبكم، ونحب اللي يخدمه يوريني الريزلتات نتاعو، وتابعوني في فيديوهات اخرين. باي باي.